السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه كولد تركي بيعمل ايه؟ بتقفل مواقع معينة بتحس ان هي بتضيع وقتك، زي طبعا الفيسبوك اللي انا فاتح كذا واحد فيه دلوقتي. مثلا في موقع معين حاسس ان هو بيضيع لك وقتك، خلاص بتعمل له بلوك معين بحيث ان هو مفتحش، او مسموح ان هو يتفتح مثلا ساعة واحدة في اليوم، او تعمل سكادول يتفتح امتى، فتقدر تسيطر على نفسك لو انت فعلا الموقع بياخد منك وقت. تمام، تقدر تسطبه على متصفحات كتير أوي زي ما شايف، كروم، فايرفوكس، برافو، ايدج، كل الحاجات دي تقدر انت تسطب عليه، او تسطبه على الويندوز نفسه، او تسطبه على ماكنتوش. تقدر انت تعمله داونلود وتسطبه، وتحدد ايه المواقع اللي انت مش عايز ان انت تفتحها، وايه الفترة اللي انت سامح بيها، وبعد كده انه يشتغل معاك في الخلفية، بحيث لو جيت تدخل لي هنبهك ان لا خلي بالك ان الموقع دوت بيضيع وقتك، فخلي بالك منه. موقع جميل على اساس ما تلاقيش الوقت بيضيع منك، وبالذات فترة المذاكرة وكده.